خذونا يعني ما خذنا غير ثلاث حصص حصتين، ودائما نقرا على التلفزيون انه دوام عادي ورسمي وبيضحكوا علينا. شو بعدين بنضرب بدنا نتعلم احنا. احنا من مدرسة اجنديين روحونا بدري عشان الاضرابات، واحنا بنعرف انه اليوم دوام عادي بس هم بيظلوا يضربوا عنا الاساتذة عشان الرواتب. دوامنا دوام عادي بس اليوم الاساتذة كليتهم مضربين بدهم مش يداومون، ثلاث حصص داومنا ولا استاذ راضي يداوم. اليوم روحونا بسبب الاضرابات اللي تحصلت في المدرسة بسبب حجة الرواتب، واحنا بنطالب المسؤولين انهم يحلوا هاي المشكلة باسرع حل قريب ان شاء الله وشكرا. اكيد لما يروحوا اولاد المدارس من المدرسة بدري بدهم يضيعوا، بدهم يلعبوا، بدهم يعني انا ممكن إن مثلا انه ابني في المدرسة فاروح فجأة على البيت الاقيه مش في البيت، اكيد بده يدور في الشوارع، فهذا شيء مضر في الاطفال وفي الاولاد كافه يعني بالجميع. قضيه الرواتب هي قضيه عامه وليس قضيه معلمين فقط، هي قضيه سياسيه بحته في حجز الاموال الاسرائيليه عن السلطه الوطنيه، هاي من جانب. من جانب اخر يعني انا بشاهد التلفزيون عده مرات وبسمع من المعلمين انه هو تراكم للسنوات السابقه، طب الطفل او الطالب السنه القادمه بده يلاحق المادي اللي اخذها بالسنه اللي سبقت، كيف بده يكون؟ ضغط الطالب، ضغط على الاهالي، يعني صار الشيء لا يطاق، لا يحتمل، احنا مع مطالبهم الشرعيه ولكن مش بالصوره هاي، اضرابات يوميه، ناسف لانه بطلوا حدا يلتزم مع اتحاداتهم، بطلنا نعرف هم مع الاتحاد، هم ضد الاتحاد، لا صارت الاضرابات هي هوايه وليس مطلبه. تاثير سلبي جدا على الطالب بما يؤدي الى يعني الطالب يهمل في دروسه ومستقبله. هسا عياد شو الاسباب؟ طبعا ما هي معروفه بديش كنت اشرح لك فيها. هي الاسباب هي اللي ادت لاهمال الطالب هي الوزارة التربية والتعليم، اللي حل المشكلة هاي مش عن طريق بالشكل هذا، لازم يكون في إضراب منظم أو يبقى مسؤولين عنهم على أساس إنهم ما يأثروش على دراسة الطالب. إحنا بشكل عام ما إحنا بنتضامن دائما مع أي موظف إنه يأخذ راتبه بشكل عام، بس لكن بالنسبة للأمور اللي بتحصل يعني هذا بصير عبارة عن تدمير وليس تقدم، لأنه إحنا على بداية بناء دولي يعني بنطالب انه نكون احنا دولة حضارية متقدمة اسوة باقي الدول، بس لكن هذا الامور يعني انه بتدمر الطالب، فهذه الامور يعني بترجع للمسؤولين الكبار، يعني نعرف هل لنا امور سياسية، هل لنا ما عز بالنواحي المالية نتيجة انه الدول المانحة قطعت الرواتب لانه طلبنا بالدولة الرئيس راعى على هيئة الامم المتحدة، اما الناحية يعني هذه الاضرابات فيها غلط كتير يعني.